خادير الحي الحسن. إذن عصابة مول التامة اللي كتهجم على أكثر من 60 طوموبيل تقريبا من البلوك 4 أيام من الروض الرعاية وجيدة من الرعاية حتى المنبت الغرس، يعني تبارك الله راه درب على قدو. تم التهجم عليه من طرف بعض المول التامين بأسلحة كيف ما كتشوفوا معنا دابا راه طوموبيلات مهرسين، الامور مرونه هنايا. دائما ما كنجبدوا هذا الشيء وكنقولوا انها كتجي غير في الدرويش، انها كتجي غير مثلا شي طوموبيل اللي درويش مسكين ماليه ما كيتفرج كاع في الكوره، كاين اللي ما كيتفرجش في الكوره ولا والو، ما دخلش في الكوره. تكونت واحد العصابة تكون تقريبا من شي 14 شخص كلهم السيوفة والسلاح الأبيض، وكيتعداو على السيارات وعلى الناس بالسارقة زعما داك الشيء والمقدمين تاهما جاو صيفطهم وداك الشيء الأعوان السلطة تاهما خدامين، ولكن جاو روطة ما غاديش يعلموا على هاد الناس فاش وقتاش غادي يجيو هاد المجرمين. هاد دابا الدرب كله تروع، الدرب كله ترون، كل الناس عباد ديورهم دخلوا من عباد ديورهم شحروا واحد في راسهم يا ربي السلامه. وهذا الشيء دابا الابيض حاولوا تشوفوا ضربوا ببوطه يا ربي السلامه. كاينين بعض الاشخاص اللي مزروحين مضروبين في الروس ديالهم، كاين الناس اللي هربوا، طوموبيلات كل شيء تهرس، مصيبة. طاكسيات سيارات زعما الناس خسارة مادية، لا إله إلا الله. وهذا الشيء عادي باش ما نهضروش على الناس اللي تضربوا والناس اللي تكرفصوا مساكن والناس اللي تخلعوا العيالات اللي حاملات والرجال الكبار والعيالات الكبار هذا حاملت في الحامل عرباتي. كنطلبوا من المسؤولين يكون تدخل عاجل في هذا الشيء هذا، وحراسه قويه في المحاكم الله يجازيكم بخير، اللي تشد في المجرمين اللي مختصين خاصهم يتحكموا على الاقل 10 سنوات والفوق، ماشي المحكمه تحكم بسميتو بواحد عام 6 شهور مجرم ويخرج يدير كسر. راه مصيبه كاينه في البلاد، راه خاص 10 سنوات والفوق. نطلب من الله والعداله تحكم بهذا الحكم هذا، اي واحد عنده سلاح ابيض 10 سنين والفوق، هذا ما ضاربش ولا كان ضارب خاصو كثر، خاص العقوبه اقصى عقوبه بالنسبه اللي هاز السلاح الابيض. مشكله كما كتشاهدوا معنا تم تخريب تقريبا اكثر من 50 سياره، ما بين 50 و 60 سياره اللي تم التخريب ديالها هنا دابا بمنطقه الحي الحسني بلوك الخادير. الناس هنا كيف ما الشورى قال لك دخلوا على عباد الله لديورهم هرسوا الطوموبيلات، ما كاين لا ماتشات لا والو، حسابات بيناتهم بالسيوفه. مشكله الله يصاوبوا صافي، حقاش هذا الشيء صعيب، هذا الشيء اللي كنشوفوه. الناس دابا راه مضاربه غير مع طرف الخبز، غير اللي فيها كفايه كي كنقولوا يلا تزيدهم دابا هذا مول الطوموبيل ولا ذاك مول الطاكسي ولا ذاك مول الكاميو ولا ذاك مول الطوموبيل الاخرى. هذا السوداء بلوكسي الخادير، هذا الشيء كيوقع ديما ديما بلوكسي الخادير دير الرعايه يوميا 4 الليل 7 3 يوميا هذا الشيء يوميا بحال هكا الرعايه حنا تما يوميا بحال يوميا صداع بنهار بالليل مع 3 4 الليل ديما الريكراماسيون ديما تنعيطوا البولات نعيطوا كل شيء كاع الناس مسؤولين تنعيطوا لهم.
صافي. غادي نخشم معكم هذا المباشر الى مباشر اخر.